رام الله نهاد أبو غوشة الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك سيد نهاد. كنا نتحدث حول خطاب بايدن، لماذا هذا الإصرار على الدعم الإسرائيلي؟ يعني حتى الرواية الدولية التي تتحدث عن انتهاكات اعتداءات الرأي العام الشعبي حتى على الصعيد الشعبي يحمل إسرائيل المجازر التي تحدث، ومع ذلك أمريكا مصرة على أنها أكاذيب ومصرة على استمرار الدعم بالسلاح وبالميزانية المادية بكل شيء تجاه إسرائيل، لماذا؟ صباح الخير. الحقيقة يعني لا نجد تبريرا مقنعا إذا ذهبنا إلى المنطق والواقعية، ولا حتى بمفهوم مسؤوليات الدولة الكبرى. هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل المسؤولية الحصرية عن مسيرة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية منذ 30 عاما، وتابعنا جميعا مع كل ولاية رئاسية منذ بيل كلينتون وحتى جو بايدن، مرورا بكل من مر أوباما، و كيف أن لكل رئيس كانت رؤيته بشأن الحل النهائي، والكل تحدث عن حل الدولتين وما إلى ذلك، لكن الحصيلة هي تكريس الاحتلال. وبالتالي جو بايدن يلخص ويكرس نتائج الانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني. أنا شخصيا لا أرى أي مبرر منطقي أو واقعي أو يعني حتى أمني أو عسكري في هذا الانحياز سوى عقلية الاستعمار، عقلية الرجل الأبيض. يعني يظن الرأي، ربما هناك من يظن أننا في معرض يعني صراع بين حضارات، أو صراع بين شمال وجنوب، أو صراع الرجل الأبيض مع السكان الأصليين. هناك حملة شاملة أطلقتها إسرائيل، ويعني تبنتها بعض المراكز الغربية ومنها الإدارة الأمريكية لنزع إنسانية الفلسطينيين، على اعتبار أن الفلسطينيين هم أدنى من مستوى البشر، وهذا ما يبرر حملات الإبادة والفتك والقتل والتهجير الجماعي، والتعامل مع الفلسطينيين كأنهم عبء بشري على إسرائيل، ينقلونهم إلى هنا أو إلى هناك، يطالبون الدول العربية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لاستيعاب هؤلاء اللاجئين. هذه المعادلة الإجرامية الشريرة لخصها وزير الدفاع الإسرائيلي بالقول أن هؤلاء الفلسطينيين هم حيوانات بشرية، ولذلك انطلقت بعد هذه العبارة كل الخيارات من الإبادة إلى التهجير الجماعي إلى النقل إلى دول أخرى. كل ما يطرح من إسرائيل وتتبناه الولايات المتحدة يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم أدنى من البشر. للأسف الشديد أن زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل يعني خلفت معادلة في منتهى الإجحاف والظلم والقسوة،